لنقاش ملف تفاقم الخلافات بين الكتل السياسية قبل الإعلان عن حكومة الكاظمي، ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصرف. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير عليكم. دكتور حامد، ما حقيقة هذه الخلافات بين الكتل السياسية خاصة فيما يتعلق باتهامات الفساد التي طالت الكثير من أسماء المرشحين للحقائب الوزارية التي سيتم الإعلان عنها غدا الأربعاء؟ السلام عليكم، رمضان كريم على الجميع إن شاء وعليكم الله. السلام ورحمة الله. الحقيقة هذه الحكومة تشكيلتها، أنا منذ فترة طويلة بداية التكليف قلت هذا التكليف هي بداية، ومن ثم تأتي معضلة التأليف، تأليف تشكيل الحكومة، ومن ثم إقرارها أو الموافقة عليها في مجلس النواب. هاي إذا انعقدت جلسة مجلس النواب غداً ب يعني وجود النصاب، ومن ثم اذا كان هناك فعلا اتفاق على هذه التشكيله. قبل هذا وذاك التشكيله لم تعرف لحد الان، تم تسريب بعض الاسماء، لم تعرف هذه الاسماء حقيقتها، ثم يعني استبعدت بعض الاسماء واستبدلت باسماء اخرى. الحقيقه هذه اللي تجعل الشك عند الشعب العراقي اللي هو صاحب المصلحة الحقيقية في تشكيلة الحكومة. يجب أن تمثل هذه الحكومة مطالب الشعب، مصلحة الشعب في أزمة أو مركب أزمات الآن إحنا نمر بها، أزمة الأزمة الاقتصادية، الأزمة الأمنية، دواعش وهجومها الأيام الأخيرة، ثم الكورونا، وكثير من المشاكل الآن الحقيقة بدأت تتراكم يوما بعد يوم. هذه الحكومة يعني إذا مررت أو لو لم تمرر، أنا أعتقد الشارع متأهب جدا الآن، لأنه تجربة الحكومات السابقة وحكومة عبد المهدي والقمع الشديد والقتل وعدد الشهداء وعدد الضحايا والمعوقين والمغيبين، مشاكل كبيرة جدا الآن. لم تعد الآن لا حكومة يعني مثل ما بدت الآن محمد توفيق علاوي وفشلت والزرفي واستبعدت، ومن ثم حكومة مصطفى الكاظمي اللي الآن لم ترى النور بعد. نشوف شنو الأمور الحقيقة، ننتظر الحكومة شنو تشكيلتها، لكن أنا أشك بشكل واضح أنه هذه الحكومة إذا أرضت الكتل السياسية معناتها حكومة محاصصة تندرج ضمن نظام المحاصصة البقيته وضمن الفساد ومن ضمن إرضاء هذه الكتل، ولم ترضي الشعب العراقي ومطالبه الملحة في الخروج من هذه الأزمات اللي يمر بها مثل ما ذكرت آني، وبشكل الآن بدأت تتعقد أكثر يوم بعد يوم. وهذا ما تحدثت عنه الكثير من الكتل البرلمانيه، تحدثت بان هنا تم اعتماد مبدا المحاصصه، وكذلك تحدث بعض النواب بشكل صريح بان اختيار الكاظمي لتشكيل هذه الحكومه لم يكن خيارا وطنيا. ما هي مؤشرات الخيار الوطني، وهل هذا يعني انه يمكن أو هناك أمل في إقحام الشارع والمتظاهرين في اختيار الحكومة المقبلة في حال فشل الكاظمي؟ يعني أنا خلي أكون صريح وكون واضح، وهذه مو يعني مثل ما يقول مو استنتاج خاص بي. العراق الآن أصبح حلبة مفتوحة، حلبة صراع بين القوى الإقليمية والدولية، وصراع بشكل خاص بين أمريكا وإرادتها وبين ولاية الفقيه وإرادتها في البقاء والانقضاض بشكل كامل على العراق. هذه القضية واضحة جدا الآن من دور الميليشيات، الدور الميليشيات الولائية، دخول الدواعش، تقاسم الغنائم. الآن القضية استبعد الشعب العراقي منذ فترة ليست بقريبة، بعد ثورة تشرين في العام الماضي قلنا راح تتغير المعادلة، لأنه الشعب العراقي فرض رقم جديد في المعادلة، لكنه للأسف الشديد القوى السياسية لم تعي هذه الحقيقة، لم تستوعب لا إيران ولا حتى أمريكا. الأمريكان أيضا الآن جابوا مصطفى الكاظمي أو مرروا بالاتفاق مع إيران أنه هذا مرشح تسوية لتمريره كبالونة اختبار جديدة
مثل ما حاولوا تمرير محمد توفيق علاوي مثل ما ذكرت، او الزرفي او غيره. لذلك الشعب العراقي لم يبت بارادته لحد الان، لم يقل كلمته في الخيار. وجد مواصفات للمرشح، مرشح رئاسة الوزراء، لكنه لم يوافق على أي شخصية من هذه الشخصيات. لذلك أنا أقولها بشكل واضح، لا خلاص للشعب العراقي إلا باستمرار ثورته. هذه الثورة سوف تصنع انتقالة تاريخية جديدة. إن مررت حكومة الكاظمي، وأنا أشك في أن تستجيب لمطالب الشعب، لكنه إذا استجابت جزئياً وحددت مثل ما يقولون مهمتها في إجراء انتخابات عادلة وحرة ونزيهة، ومثل ما يقولون لمدة سنة، أقل من سنة، في حينها نقول أنه الشعب العراقي راح يقرر مصيره بنفسه وينتخب ممثليه ويشكل حكومة قادمة، بعيدا عن الكتل السياسية الفاسدة، وبعيدا أيضا عن العوامل الخارجية التي أثرت خلال 17 سنة تأثير واضح على مسيرة شعبنا وعلى إرادة شعبنا وعلى مصالحه وعلى مطالبه وعلى مستقبل أجيالنا. لذلك أقول أنه هذه الحكومة حكومة، إذا حكومة فعلا إجراء انتخابات، وحكومة مثل ما هم يسموها استعادة السيادة، فالشعب العراقي يجب أن يكون له كلمته الفصل في هذه، يجب أن يكون هو الرقيب على هذه الحكومة وليس مجلس النواب. وأنا مجلس النواب الحقيقة طالما دخل بنفس النظام السياسي السابق في قضية المحاصصة، إذا لم يستجب إلى هذه المطالب، الكل يرفعون شعار دعم الثورة ودعم الانتفاضة ودعم مطالب الشباب، لكنه خلف الكواليس تسبك أشياء وترتب أشياء مغايرة تماما لحقائق الأمور اللي تجري على السطح. لذلك أنا أناشد شعبنا وشبابنا أن يكونون على أهبة الاستعداد، لأن تكون هناك ليست فقط ثورة مطالب، وإنما ستكون ثورة جياع بكل معنى الكلمة، لأنه الأزمة الاقتصادية سوف تكون تتحول إلى كارثة اقتصادية حقيقية إن بقيت أسعار النفط على حالها، وإذا بقيت الديون على حالها، وإذا بقيت الحكومة لا تنظر بعين الرأفة إلى الشعب العراقي بشكل مطلوب. دكتور، في ظل هذه الخلافات القائمة، وبإمكاننا نقول الفراغ السياسي الحاصل في الحكومة بالعراق، يرى البعض أن هنالك مساعي لعرقلة مصطفى الكاظمي من أجل الإبقاء على عادل عبد المهدي. ما مدى صحة ذلك؟ وهل يمكن أن هذا يساهم في انتفاض الشارع أكثر لإعادة تدوير الوجوه الفاسدة نفسها؟ وهذا اللي قلته أنا، يعني هو الصراع، صراع الآن الحقيقة بين رموز الطبقة السياسية الفاسدة اللي تخشى بشكل واضح من أي تغيير يحدث في المعادلة إذا شكلت حكومة عادل عبد عفوا حكومة الكاظمي، فيريدون يرجعون إلى عادل عبد المهدي تلافيا لأي مثل ما يقولون تغييرات مفاجئة، كأن تكون مثلا شخصيات وطنية تأتي بدعم من الشارع وإحنا ما نعرفها لحد الآن الحقيقة، ومن ثم تجري بعض الخطوات الجريئة، تقوم بعمل مفاجئ، كأن تكون تفتح ملفات الفساد، كأن تكون تحاسب القتلة، قتلة الشهداء التظاهرات، إطلاق سراح المعتقلين والمغيبين، الاستجابة إلى عودة النازحين وحل مشاكل المناطق المدمرة، المحافظات المدمرة، يعني كثير من الملفات إذا بدأوا وتجرأت هذه الحكومة على فتحها، أيكون المتضرر الأكبر هي الطبقة السياسية التي تجذم لحد الآن على صدور العراقيين ممثلة بحكومة عادل عبد المهدي. فإبقاء عادل عبد المهدي بالنسبة لهم هو أهون الشرين مثل ما يقال، لكنه أنا أعتقد هذه عملية صعبة جدا، لأنه الشارع لما أسقط حكومة عادل عبد المهدي بإمكانه أن يرفض هذه الحكومة مرة ثانية، لا بل أنا أعتقد يكون هناك أمامه خيار اجتياح المنطقة الخضراء بكامل مثل ما يقولون أركانها، ومن ثم الثورة فعلا تكتسح المحافظات وتنتهي عملية سطوة الطبقة السياسية الفاسدة الجاثمة على صدور العراقيين. هذا هو اللي الحقيقة أنا أشوفه،
بقاء عادل عبد المهدي لا يمكن قبوله، وأنا أعتقد حتى الإيرانيين والأمريكان يفكرون بشكل جدي أنه هذا التحول ممكن يعني بحكومة الكاظمي ممكن يشكل محاولة لامتصاص حالة النهوض الثوري اللي موجود الآن في الشارع العراقي، ومن ثم تهدئة الشارع إن أمكن بحكومة معقولة خلال مدة سنة تجري ما وعدت به من إعادة السيادة، إعادة الأمان إلى حد ما، ومن نعم. ثم قضية الانتخابات اللي هي تشكل الركن الأساس من مهمة هذه الحكومة. لكن أنا أرجع وأقول لا مناص لا خلاص للشعب العراقي إن مررت أو لم تمرر هذه الحكومة إلا ببقاء شبابنا متأهب للثورة. هذه الثورة هي اللي أسقطت الحكومة عادل عبد المهدي وغيرت المعادلة، وفرضت على هذه الطبقة السياسية بعض الخيارات المرة اللي الآن يفكرون بالعودة إليها مرة ثانية، لكنه هذا يعني مثل ما يقولون محال الآن، لأنه الشعب خطى خطوات كبيرة إلى الأمام، وأنا أعتقد ينجح شعبنا وشبابنا، وحتى الجياع الآن راح يشاركون، هناك بطالة كبيرة، هناك فقر بدأ الآن يظهر في أحياء المحافظات وفي نعم بغداد، لذلك أنا أحذر من هذه، أحذر الطبقة السياسية من اللعب بشكل أطول مثل ما يقولون بمقدرات الشعب العراقي إلى فترة أخرى. شكرا جزيلا لكم دكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا عبر سكايب.